وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا السيد الأستاذ محمد عبد الرازق الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. طبعا ونتابع الشأن الفلسطيني والحرب في غزة، ولكن نتحدث عن حكومة نتنياهو التي أصبح يطلق عليها في الداخل الإسرائيلي حكومة الفشل. لماذا في وجهة نظر حضرتك يصر نتنياهو على استمرار هذه الحرب؟ أهلا بحضرتك فندم وأهلا بالسادة المشاهدين. بالتأكيد الحكومة الإسرائيلية منذ ما يزيد على 8 أشهر ونصف حتى الآن لم تحقق أي من أهدافها المعلنة في حربها وعدوانها على قطاع غزة. أعلنت الحكومة منذ البداية أن هدف هذا العدوان هو القضاء التام على حركة حماس وتحرير الأسرى والمحتجزين لديها لدى الحركة، ولكن حتى الآن لم تنجح في تحقيق أي من هذه الأهداف، ولذلك تتزايد الضغوطات وتزايد الانتقادات داخل المجتمع الإسرائيلي ضد هذه الحكومة لمحاولة الضغط عليها لإبرام صفقة أو اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، خاصة مع أن التطورات الأخيرة واستمرار العدوان على قطاع غزة ربما أسهم في وفاة عدد كبير من هؤلاء المحتجزين، وبالتالي هناك تخوفات لدى الإسرائيليين من وفاة البقية لدى حركة حماس، وبالتالي يضغطون لإبرام هذا الاتفاق. نعم، طيب، يعني وفقا للمحللين فخطة جيش الاحتلال تقضي بوقف الحرب بشكلها الحالي في نهاية اجتياح رفح الفلسطينية وتحولها إلى اقتحامات عسكرية موضوعية. دلالة هذه الخطة وما تفسيره؟ يعني حتى الآن طوال المراحل السابقة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ربما لم تنجح هذه المراحل كافة في تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي مع انتهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح والتي ربما تشهد الآن تطورا كبيرا وتكثيفا للعمليات والقصف على مدينة رفح وكذلك العمليات البرية في المدينة، ربما تهدف إسرائيل من وراء ذلك بعد انتهاء العملية إلى تخفيف الضغوط الواقعة على قوات الاحتلال في قطاع غزة، تحويل أو وكذلك تخفيف الخسائر التي تتكبدها هذه القوات في قطاع غزة. ربما رأينا خلال الأيام والأسابيع الأخيرة خسائر كبيرة تتكبدها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، ولذلك ربما تهدف إسرائيل من وراء ذلك إلى أن تخفف هذه الخسائر بجعل العمليات بعد ذلك بعد اجتياح مدينة رفح عمليات في مناطق محددة، عمليات خاطفة ربما تكون الخسائر فيها قليلة. يضاف إلى ذلك أن هناك عاملا مهما وهو احتمال اندلاع المواجهة في الجبهة الشمالية مع حزب الله، وبالتالي تسعى قوات الاحتلال في الوقت الحالي إلى تخفيف أو الموازنة بين عمل القوات في الجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية، وبالتالي حتى لا يكون هناك انتهاء تام للعمليات في الجبهة الجنوبية لصالح الجبهة الشمالية أو تشتت للقوات بشكل أكبر بين الجبهتين. طيب، لو تحدثنا عن نقطة أخرى وهي أني لم يعد هناك لإسرائيل حلفاء طبعا باستثناء أمريكا، هل إسرائيل تعيش عزلة دولية في الوقت الحالي، وهل تتوقع أن تتسع هذه العزلة خلال الأسابيع القادمة طبعا بعد اعتراف العديد من دول العالم بالدولة الفلسطينية وكانت آخرها دولة أرمينيا؟ بالتأكيد، يعني إسرائيل كانت تعول منذ البداية في بداية عدوانها على أن تروج سردية مفادها أنها دولة مظلومة وأنها التي وقع عليها الاعتداء وما إلى ذلك، ولكن الأيام والأسابيع والشهور من العدوان على قطاع غزة ربما أثبتت للعالم أجمع زيف الرواية والسردية الإسرائيلية وحقيقة الرواية الحقيقية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقهر ليس فقط منذ 7 أكتوبر ولكن منذ عام 1948، وبالتالي خسرت إسرائيل هذه المعركة تماما، بل أصبحت في حالة عزلة متزايدة لا سيما بعد قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب مجموعة من الدول الأوروبية آخرها اليوم دولة أرمينيا، بالإضافة إلى قرارات محكمة العدل الدولية واستمرار طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وبالتالي إسرائيل تواجه عزلة متزايدة، ولكنها في الوقت ذاته مع الدعم الكبير والمكثف من جانب الولايات المتحدة لا تبدو متأثرة حتى الآن بنتائج وعواقب هذه العزلة. الدعم الأمريكي متواصل لها على كافة المستويات السياسية والعسكرية وحتى الدبلوماسية والمادية، وبالتالي إسرائيل غير متأثرة حتى الآن بهذه العزلة، ولن يكون هناك ربما تأثر كبير لإسرائيل بالعزلة الدولية لها إلا بتوقف الدعم الأمريكي لها، وهو أمر
ربما غير مرجح حتى الآن. نعم. طيب أخيرا أستاذ محمد، يعني الدولة المصرية منذ الأول، يوم الأول للحرب، يعني حذرت من هذه السيناريوهات الخطيرة، لماذا لم يستمع العالم لوجهة النظر المصرية؟ يعني ربما اقتنع العالم أو شق كبير من المجتمع الدولي بالرواية والرؤية المصرية لتطورات الحرب وسيناريوهاتها، خاصة مع تغير مواقف بعض الدول من الصراع الجاري، وبدأت الاقتناع بضرورة وقف العدوان، والاقتناع بأن حل الدولتين هو السبيل الأمثل للاستقرار في الشرق الأوسط. هناك دول كثيرة اقتنعت بهذه الرواية والرؤية المصرية، ولكن مكمن الخلل هنا هو الاقتناع الإسرائيلي بأنه لا يمكن أن يكون هناك تحقيق للأهداف إلا بالطريقة العسكرية وباستمرار العدوان والحرب. وبالتالي طالما تواصل إسرائيل هذا العدوان، وطالما تلقى دعما من جانب الولايات المتحدة، فإن يعني لا تأبه بأي تبعات لهذا العدوان. مصر حذرت منذ اليوم الأول بأن استمرار العدوان ربما يوسع رقعة الصراع، ونأخذ الأمور إلى حرب إقليمية واسعة الذي بدت بوادرها واضحة الآن. ولكن إسرائيل لا تأبه بمثل هذه التداعيات. طالما استمر الدعم الأمريكي لها، خاصة على المستوى العسكري، شحنات الأسلحة التي ربما علقت شحنة واحدة منها فقط من جانب الولايات المتحدة إلى إسرائيل، ولكن استمرت بقية الشحنات حتى الآن. وبالتالي إسرائيل لا تأبه بمثل هذه الأمور طالما استمر الدعم الأمريكي، وطالما تواصل عدوانها الإسرائيلي، تواصل عدوانها على قطاع غزة، وحتى تعد العدة لفتح الجبهة الشمالية مع حزب الله. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات.